طيب مره واحده وانت بتلعب سمعنا ان شطه هيطلع يحترف في السعوديه. ده كويس انك قلت لي عليها دي. نسيناها. ده؟ نسيناها خالص. مين اللي نسيها؟ انا. لا انت بتنساها، انا ما بنساش اي حاجه. 79 او 80. 79 80. مره واحده سبت النادي الاهلي وقلت عاوز اروح احترف في السعوديه في اهلي، اهلي جده. دي قصه كابتن مصطفى مهمه دي. اه. واحنا قاعدين عند امين بشعير في المكتب وسياده الفريق قاعد الله يرحمه. كنا قاعدين حقيقه وفجاه كده الامير عبد الله فيصل دخل. اه. قال لي كابتن، انا قال لي كابتن صالح، لا لساد الفريق مرتجي. فريق مرتجي. كان وقتها رئيس النادي مصطفى. ايوه. صحيح. كان الكابتن صالح مدير كوره. اه. بس تقريبا الكابتن مصطفى ما كانش مدير كوره. ساب اداره الكوره، كان مشرف في، كان مشرف عليها لو فاكر. اه. وبعدين دخل مجلس اداره وقتها، بس اللي كان موجود فريق مرتجي هو اللي اتفق مع الامير عبد الله فيصل. قال له انا هاخد شطه اوديه للسعوديه. قال له نسال هيدوكوتي طيب وتشوفه محتاج له ولا لا وقتها. فهيدوكوتي قال له والله انا قلت له انا عايز عشان مستقبلي ومش مستقبلي، حكيت له كده قصه ووافق ان انا اسافر. سافرت يا كابتن مصطفى. خدني بقى وداني نادي اهلي جده من غير ما انا اعرف مين هناك. لقيت امين دابو وعماد خوجلي طارق دياب الجندوبي، خلي بالك الاربعه دول وثلاثه اجانب، لعيبه كبار كلهم، ثلاثه اجانب اللي بيلعبوا، و78 تونس كانت كاس عالم طبعا، وصل كاس عالم وكسبتنا 4-1. دياب اساسي. اه. وامين دابو اساسي طبعا، وعماد خوجلي اساسي. اه. واحمد الصغير لو فاكره الله يرحمه. اه طبعا فاكر احمد. اه. وانا بقى والجندوبي لاعب مدافع ورا. اه. يبقى انا قعدت لقيت نفسي ما بلعبش. اه. هيلعب طارق دياب، امين دابو كان ما خدش الجنسيه لسه. ايوه. وعماد خوجلي برضه كان، يعني بقول لك عدد زاد يعني، فلقيت نفسي بقى يعني ماتشات احتياط كتير. قعدت قد ايه؟ قعدت 7 شهور. 7 شهور. لقيت فجاه كده جاتني مكالمه من كابتن حسن حمدي. اه. قال لي انا سمعت انك عايز ترجع وانه ما بتلعبش. بس لعبت حوالي 7 8 ماتشات يعني. هناك لعبت؟ مع اهلي جده كسبنا بقى. بس ما كنتش اساسي. ومع ديدي كان وقتها المدرب البرازيلي. البرازيلي. قال لي هيدوكوتي بيقول لو انت عايز ترجع انه ممكن في ماتشات المصري بورسعيد. اه. الاسماعيلي في اسماعيليه، الزمالك، 3 ماتشات على الدوري. حلو. واحنا اساسا دلوقتي فرق نقطه، عاوز يحافظ، عايز، قال لي عايزك في انك تلعب في النص، لانه وقتها كان تقريبا صفوت ما اعرفش مصاب يعني، ما كانش عنده حد. محسن صالح اتعور. محسن صالح مشي. مشي 79 كان سافر تقريبا الكويت. انت عارف محسن اعتزل 78 وشغل مدرب شويه مع هو اتعور. اتعور. في العضله الاماميه. وكان وقتها مدير الكوره بعد كابتن عزت ابو الروس جه تقريبا حاج احمد صورات. حاج احمد صورات. اه. اشتغل معاه. اه. فاكر؟ فاكر طبعا فاكر. فقلت له ارجع بس هتديني ايه؟ هتعوضني يعني؟ قال لي تعالى بس انت ما تقلقش بالفلوس. رجعت؟ رجعت. طيب قبل ما ترجع هفكرك بحاجه كده كويسه قوي. وانت في السعوديه شطه بقى خلاص تعرف بالنسبه للجماهير كلها بشعره الكبير قوي ده. وانت في السعوديه مين حكى لك؟ مين اللي حكى لك دي قبل ما تكملها؟ والنبي يا مصطفى مين اللي جاب الاعصارات؟ ما حدش يعرفها دي. اسمع انا لازم اجيب كل حاجه عن شطه. انت ايه يا وانت في السعوديه يا جاسوس؟ وانت في السوق اتمسكت وحلقوا لك عزيرو. لا لا ما حلقوليش. لا حلقوا حلقوا لك. لا لا اقول لك القصه عشان بس. ايوه قولها. لا بس حلقوا لك عزيرو. عارف مسكني مين؟ عارف المطوعين اللي ايوه اللي بيلفوا دول. شيل بقى شيل، حط ارمي في ارمي في العربيه. طب كان السبب ايه؟ عشان احنا ماشيين من غير باسبورات في الشوارع وشوفوا الناس اللي ما عندهاش اقامه. وخدوني انا. جبت معاهم ال يقول انت دكاتره بيعيطوا وما عنديش. ركبت ودونا بقى من دنت الحجاج. رمونا كده تترحل. ترحيل. رمونا كده. انت بتلعب في اهلي جده؟ كنت بلعب. فانا طبعا رموني كده اعمل ايه يا جماعه، حتى مع ناس ما اعرفهاش ويمنيين ومش عارف ايه ومن تايلاند ومن مش عارف ايه سنغافوره وماليزيا واندونيسيا، قاعد كده ايه انا، ايه اللي جابني هنا؟ وبعدين معايا دكتور مصري عمال قاعد. قلت انت بتعيط ليه؟ قلت له نحل المشكله. قال انا دكتور في الجامعه. قلت له ما انت انا هتصرف. لقيت واحد كده عايزين يخرجوه، قلت له النبي خد النمره دي كلم سموه الامير عبد الله الفيصل. طب مش هيعرف يكلمه ولا حاجه، فكلمه ما عرفش السكرتير بتاعه. فقال لهم خلوه يتقدم عشان ما يربيش شعره عشان يعرف ازاي السعوديه ما بتعملش حاجات. هو اسمه الامير قال كده؟ اي قال كده. قال لي تستاهل. قال لي وخرجني وما حلوليش، كانوا حلولي خلاص. لا بس انا سمعت ان حلولي. بص الحلقه والتقصير بس يعني. بس ما حلقش على الزيرو؟ لا 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 خلص. والله كان موقف يا مصطفى انا ما انساه طول عمري.
ده ترحيلات يعني عمليه كانت. طب لو كانوا رحلوك ترجع السودان ولا على مصر؟ لا كانوا رحلوني السودان، ما انا ما عنديش باسبور. يعني انت متاكد مصطفى؟ والله ده موقف كويس انك فكرتني بيه. يعني ايه اللي خلاك تفكرني بيه؟ برضه بقولها لك المره الاخيره، ما حللكش يعني خلاص حلق، قولي ما حللكش، دي مش المشكله. لا 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 اصل انا هوريك الصوره دلوقتي لما اقولش الحقيقه. يا مصطفى انا عمري ما حلقت في السعوديه. حلقوا لك يا كابتن مصطفى؟ انا اللي حلقوا لي، كنت عارف انك حلقوا لي. يعني اكدب ليه يعني؟ اصل انا عارف ان قوتك. الصوره والنبي عشان اشوف ده لا يكون جاب اخويا، ما انا اخويا كان معايا كمان حلقوا له، وكان شعره كبير كان كده بالظبط. انتوا ايه كلكم كده القوه في شعركم؟ ها كلنا كلنا عندنا من رب شعرنا، بس انا بقول لك كان معايا اخويا. طيب جيت مصر ولعبت كم مباراه واعتزلت؟ مصري بورسعيد، اسماعيلي، الزمالك. كسبنا الدوري وكسبنا الثلاث ماتشات يا كابتن مصطفى لو تفتكر. انا فاكر والاسماعيلي كان وقتها طبعا مش عايز اقول لك كان وقتها موجود مين. كان فرقه جامده، كان محمد حازم، وكان وقتها الرومي، حماد سليمان. حماد سليمان لا لا الحمد لله كان فرقه، والحمد لله كسبناها برضه. والزمالك تقريبا تعادلنا مع الزمالك، تعادلنا في اخر مباراه، خدنا الدوري وخدنا الدوري. فدي طبعا وقتها كانت 80 يا كابتن مصطفى. طيب 81 كملت الدوري قبل البطوله الافريقيه، جات للاصابه لعبت ماتش واحد بس بتاع غانا ولا ما عرفتش بتاع تصفيات ايه في، لا اللي في الصومال، اللي في الصومال هورسيت في الصومال ما لعبتش بعد كده. لكن بس كان وقتها جه الجوهري بقى، جه الكابتن جوهري الله يرحمه، ده 82 بقى انا بقى وزيزو كابتن عبد الشافي كان وقتها برضه ايه مدير كوره لو تفتكر. طبعا السنه اللي انا اعتزلت فيها